أهلين حبيبتي. أهلين خالي. كيف الماما؟ منيحة. شو بدي؟ بتسلم عليك الماما وبتقلك طلع اشربي عند فنجان قهوة. جاي جاي بس لساوي رجعت هالسلطة. ليلى جاي خالي أم محمود، روحي أوان نتر انتتري. مرحبا أم محمود. لك وينك أنت؟ ما في إلا بروح على الانترفون أبو عبدو، ما حدا بيرد، هربان مني. أعوذ بالله، أنا تهرب منك؟ أعوذ بالله، بس ليش عم تصرخي لي من على البلكون؟ ما عم لاقيك لا على الانترفون ولا على البلكون، شو قصتك؟ ليكون متشرك هذا الانترفون؟ لا مو متشرك الانترفون، ليكون عليكم طاق. أنت عم تهرب؟ لا أعوذ بالله، أنا ما بهرب منك. شوفي لك شو مصلح شي كهربي يصلح لك اياه. يا ترى ام توفيق فوق نشرب فنجان قهوه عندك؟ انا بسوي لك اياه. فوت خلصني. عندك قلم فاز؟ فوت. جيبي لي اكلك يا ام محمود، ناقصني كمان. هذا انت؟ ايه اني. تفضلي تفضلي. طلعي لي الوضع ودغري ارمي لي اياه، حاكم بدي اعرف شو عم بيصير. ايه تترى معي. قعدي قعدي. افرطي لي اياهم وحبيض لك الفال دغري، بعرف شرفي هي 100 ليره، بس احكي لي بالتفصيل. ايه حبيبتي يلا افرطيهم. ايه تترى معي. خلي لي ياك. أولا شنو هاد؟ شوفي جوزك. علامة جوزي كان بده يتجوز وحدة اسمها أفشات. أفشات؟ إيه شوفي كيف قريبين من بعضهن. إيه لازقين لازقين. هذا معناته إنه كان بده يتجوزها. طيب وشذي؟ هيج عم بيناجيها عن بعد ولساه مفكر بده يتجوزها. يعني هلا بده يتجوزها؟ شوفي شوفي بده يتجوز علي. طيب رح شوف لك. ما لا تخوفيني وترعبيني، قولي ايش طلع معك. جوزك مو بس بده يتجوز أفتاس، جوزك بده يطلقك. ليك حجرتك قديش بعيده عنه؟ وين جوزي؟ حجر جوزي هذه؟ هي حجر جوزي. ايه طيب اذا خليناه هون هيك شو بيصير؟ هيك ممكن ما يطلقك وممكن تلحقي حالك. كيف يعني؟ شو لازم اسوي؟ ايه شو تسوي؟ هذه العشارة بتاخذيهن وبتحطيهن بركوة قهوة وبتغليهن بتغليهن بتغليهن بتصفيهن وبتشربيه شفه أو شفتين معليش منهن وهو مغمض عيونه. بعدين في ترابة هي وهين هذي بتحطيها على كل باب أوضة بالطول هيج، وبعدين بتخليه ينط كل وحدة لوحدة، وحدة بهاي الأوضة وحدة بهاي الأوضة وحدة بهاي الأوضة، كل البواب اللي بالبيت. بعدها تكسبي جوزك وتبعد حجرة أفتشات عنه وتقرب حجرتك. طيب حبيبة قلبي هذا السحر ما بيأثر على أناتي؟ يعني قصدي علي؟ لا لا هذا للذكورة بس، للذكورة، الأناتي ما يأثر. ما يأثر؟ لا. طيب حبيبة قلبي أنت قلتي لي إنه في وحدة موظفة حاطة عينها التنتين على جوزي وأنا حابة إلي على إياهم، حاكم أنا بغاره، بتعرفيني جوزي بدي إياه إلي مو لك للعالم، هذا إلي. فافتحي لي كمان بركي بتعرفي لي اسمها. اسمها أشوف. شوفي. إيه بسم الله. بسم الله يلا. وينها؟ وينها؟ هذه أفقات، هذه أنا وجوزي. قريبة. لا لا ما بين ما بين اسمها، أنتِ لازم تعرفي. إي طيب ماشي الحال مو مشكلة، هي المهم اتركيها علي، أنا بدي أعرف من هالموظفة وأنا بدي لها عينونا التنتين وخليها تحرم كيف تحط عينها على جوزي. أعرف. هي بقتلها. أنا ناقصني حدا يلحق جوزي. إي بالله. يا دوب لحق حالي. يلا. وش بدك؟ هاتي حق ال حق التراب وال السحر قصدك يعني؟ هلا شو بدك يعني؟ قديش بدك؟ يعني اللي بيطلع من خاطرك 500 700 بلش. الساعه ما ارخص مني. ايه رايحه مشوار صغير فروم السلطه بسرعه. ام محمود الله يسترك، هي سويت لك الانترفون بلا فرم السلطه، خليني اروح على شغلي على باب الجنينه. اطلع لعندك. لا لا تعي تعي تعي، انا بسويها. وين السكينه؟ ليك ايش هي ليك؟ يعني شحه. ايش شحه؟ يعني زيس هذه سكينه. يعني اسم إشارة. تعي أقول لك، أشرح لك أسماء الإشارة بالحلبي؟ اشرح. عنا المذكر القريب بنقول له كو، والمذكر البعيد كوهوك، وإذا مؤنث قريب بنقول له كي، وإذا كان أسنان بنقشر على اثنين. ايه مذكر لمؤنث؟ حي الله. مذكر بنقول له كوهوكن،
وأنس بقولهم كهناكن. وإذا بدي نادي لفرد واحد؟ مفرد واحد؟ مذكر لأنس. يا أريضة طارتك يا أبو عبدو، حي الله. نقول له كوه. لا هي بتنقز. بلاهي بلاهي. فروم السلطة. على راسي. كوه كهناكي هوك. ماشي، أنا شو بدي أساوي له؟ خلص قولي للعلاقات العامة يبعثوا له ورد. الله يعافيه، ما بدي اياه، انا ما عاد بدي حدا، مرتاح لحالي، والله يخلصني كمان باللي عندي برا. ما فيني شيء، مالي مزعوج، شلون بين معك انه مزعوج؟ لا خلص مالي، منيح هيك خلص. جميل، ما عرفت لي شو اسمها هي بصاره؟ لا ما عرفت. الله يهديك ويصلحك، شلون ما عرفت؟ بشو بيفيدنا انه نعرف اسمها؟ شلون شو بيفيدنا؟ نعرفنا مين هي؟ وين ساكنه؟ منين جابت معلومات عنك وعمرتها؟ لا هي بسيطه مبينه، المعلومات جابتها من الوداع. يا عيب الشوم عليك يا جميل، لك شبك يا جميل، انت مثقف، انت مدير، بتصدق هيك زعبره؟ انا بصراحه ما كنت صدق هالزعبره، بس ما التقى معي ولا تفسير ثاني للموضوع، قلت اكيد بالصدفه، بجوز صدفه ما؟ ضحك لك ضحك لك، مشكلتي بتضحك صارت. لك يا جميل بدي اضحك لك، كان بدي ابكي، شو بنا؟ لا اضحك. وانت كمان اضحك. شو شلون بدي اضحك؟ مشكلتي ومشكلة مرتي هلا صارت مضحكة بعيون العالم. لك يا حبيبي يا جميل، كل العالم عنده مشاكل مع نسوانهم، شوفني انا، شوف مرتي شو عاملة فيني، كل يوم بلية شكل، بس انا بفرق عنك بقى، باخذها باخلاق رياضية، بروح رياضية، باخذ بزت ورا ظهري، لك الدنيا مو متحملة كلياتها هالقد، هيك بدنا نعيشها وهيك بدنا نعيشها، فضحك روق فرفي، زت ورا ظهرك، شو بدنا اضحك؟ انت عم تحكي مزبوط، بس ما بدك واحد يقدر يضحك لك يا وسيم. بسيطة، لك بس افتح لي تمك لاقول لك ايه. شو بقى؟ هلا بقول لك شو بتضحك معي، افتح. خلص عمري 45، شو بدك؟ لك افتح. يبعت لي حم عليك يا ام توفيق، معك سكري انت، كل ما اجاك هزت بدن بيهبط معك السكري للاخير. لا تردي علي هي ام صابر، وحده لتاته يا لطيف، وما حدا بيصدقها. هلا المهم قولي لي شو طابخه اليوم؟ كوسه محشي يا حبيبه قلبي. كم كوسه هي حفرتي؟ ليش عاملة يا مقوصة عزيمة وما عزمتيني؟ ها اندلقت الطنجرة معي. اي ليش ضروري تندلق معكم؟ ديري بالك ابقي، مشان يعني مو مشان شي، يعني مشان يزيد لنا. احطي 1 2 3 4 5 6 7 تاكلك الضبعة. اهلين بام صابر. لهلح لك لك، ليش زعلانة؟ لا تهتمي، هي ام توفيق وحدة لتاتة وما حدا بيصدقها. هلا المهم قولي لي شو طابختي لنا اليوم؟ اه؟ ايه احطي. البصارة قال الله يكون بعونك يا جميل. سعاد؟ سعاد؟ وين راحي؟ شو قصتها؟ امبارح طلعت من البيت وما خبرتني، واليوم بكير ما جابت لي سيرة انه بدها تطلع. لك امو على اساس بدها تعزل، وين عم تروح؟ تروح وين ما بدها تروح. المهم تحل عن كتفي شوي لفوت اكتب هالاحداث اللي حكى لي اياهم جميل. قصة هالبصارة رح تطلع حلوة بالمسلسل. انه حاجه تلفي وتدوري. ها جميل، شبك وانا اللي عم لف ودور، ومصافاتك اللي عم يلف ويدور. ايوه رجعنا لحكي البصاره. يا حبيبي لا تعيط علي، بعدين القصه مو انه انا جاي اتاكد من حكي البصاره، انا جاي احضر انتخابات وكون اول وحده عم تبارك لك يا حبيبي جميل. ايه هنا قلتك رح انجح. اذا قلت لك ما بتزعل؟ لا شو ازعل ما ازعل، عم تفوني علي شيء؟ قولي لي ما بزعل. شوف جميل، ايه انت من جهه بدك تنجح رح تنجح، بس ان شاء الله ما بتنجح، لانه انا ما بدي اياك تنجح. اي لكان شو بدنا بهالوظيفه وبهالمديريه وما بعرف شو، يعني اذا كانت الشغله مشان سياره بكره رب العالمين بيرزقك رزقه بتطير العقل وبتشتري سياره وبقعد انا بسلك السياره، شو بدك احسن من هيك؟ هلا ليش ما بدك يعني انجح؟ بنخلص من المديرية وهم الموظفات بصراحة، يعني بعدين انت مهندس قد الدنيا، بكرة بتشتغل شغل خاص وبتطالع قد اللي عم تطالع هون 10 مرات. شو هالقصة يا؟ اطلب لي قهوة جميل. بطلب لك قهوة، بس قد ما اشتغلت على حسابي ما رح اقدر طوط انا.
خايفة ما أنجح، ساعتها كل الموظفين والموظفات رح يضحكوا علي مش نتوفين. لك يا حبيبتي مشان هيك عم بقول لك اقطعي عليهم الطريق وروحي انسحبي. شو انسحبي يا نادى؟ شو عم تحكي انت؟ معقولة بعد كل اللي عملته تقولي لي انسحبي؟ انت حيرتيني، شو بتريديني اقول لك؟ يا نادية انت رفيقتي، على الأقل شجعيني، أعطيني أمل، قولي لي رح تنجحي. لك يا عيني يا روحي، طبعا من جهتي أنا رح انتخبك، بس أنا ما بضمن لك حدا غيري ينتخبك. هذا هو اللي مخوفني يا نادية، كل الموظفات وعدوني ينتخبوني بس ماني ضمناني اصواتهم لانه الغيرانين مني ما بدهم يعني يكون احسن منهم. لك يا عيوني وانا كمان ماني ضمنانتهم، مشان هيك قلت لك انسحبي. يا ناديه ما رح انسحب، انا بلشت بالطريق من اولته ولازم كمله لاخره. كل البنات بتحبك يا جميل، كل البنات تحبيه. ان شاء الله بتقبشوا عظامي، بكرهكم تروحوا كالفتره يجي تحكلي. قوموا على الانتخابات، يلا يلا يا حلوين، يلا يا شاطرين، يلا. حلوة هيك؟ تمام جدا، جميل 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 جميل. أنا يا مسعود يا خش اشرب وياي. أبغاك أبغاك شنو؟ بتحط لي هدول بالبوفيه إيه؟ مشان تطلع فوق شو تساوي؟ أد نضبط إيه؟ هلا برافو هلا هي هلا 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 نحن مجتمعين اليوم، أنتوا بتعرفوا ليش؟ ليش يا حبيبي؟ مشان الانتخابات. نحن مجتمعين مشان الانتخابات، ونحن بنعرف انه عندنا مرشحين اثنين، اول مرشح هو الاستاذ الكبير جميل العربي، والمرشح الثاني مدام ايمان شلبي. السبب الثاني انه هي تكرمت مشكوره بوضع بعض اليافطات للناس اللي بدهم ينتخبوني ضمن خيمتها، بكبر فيها هي الشيء وهذه الروح الديمقراطيه، وبتامل تكون الانتخابات نزيهه ونقدر نحقق للمواطنين مثل ما حققوا اللي قبلنا واللي جايين بعد. لا عينيك ولا عينيك، لا عينيك ولا عينيك، يا جميل ولا عينيك، لا عينيك ولا عينيك. شكرا، اسمحوا لي انا وال السيدة إيمان تفضلي إنه ندلي بأصواتنا وقلكم منتهى. إيمان وبس والباقي خف، إيمان وبس والباقي خف. جميل وبس والباقي خف، جميل وبس والباقي خف، جميل وبس والباقي خف، جميل وبس والباقي خف، إيمان وبس والباقي خف، إيمان وبس والباقي دلوك مو هون لانه مالك عندنا بالمديريه. ايه بس هيلاري بتدلي. هديك هيلاري، ايه انا عطيت ورقه بيضاء اصلا مشان الديمقراطيه. حط ورقه بيضاء؟ تفضلوا يلا يلا قرب 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 قرب. جميل شرف يلا تعالوا للورقة. اجيت الله لا كان جاب الغلا. Thank you.
وين كنتي؟ نعزت لي يا زلمه، حرام عليك. لا تجد بيا، عم بسألك وين كنتي؟ وين بدي كون يعني؟ بالسوق. شو عم تساوي بالسوق؟ ها؟ عم بتسوق؟ شو بيروحوا النسوان بيعملوا بالسوق؟ ها؟ وين الاغراض اللي تسوقتيها؟ ما عجبني شيء ما اشتريت، وفرت عليك كمل. ولك سعاد، للمرة الثانية عم بسألك، وين كنتي؟ نعم؟ بدك تتغدى فيي قبل ما اتعشى فيك؟ انت قلت رايح لعند جميل ساعة، انت غبت ثلاث ساعات، وين كنت؟ سعاد، أنا؟ ايه انت، لكن أنا؟ طيب وانت شو عرفك انه أنا ضليت عند جميل ثلاث ساعات؟ أنا ما قلت ضليت عند جميل ثلاث ساعات، أنا قلت انك غبت ثلاث ساعات، وين كنت؟ احكي أوام. سعاد، خاف يا ربك، لك أنا ضليت عند جميل نص ساعة وضليتني راجع على البيت. سعاد وين كنتي؟ آيين، أنا فار دمي، ما بدي أقضي بقية عمري بالحبس، أحكي وين كنتي؟ عند الكوافير، أما راح غديك غدا، ما دقته بحياتك، كوردون بلو، يعني العقدة الزرقاء، هيك قالوا لي ها، هي شرحات وجاج وجبنة قشقوان. انت ثلاثة بتحبون، لا تقول لي ثلاثة بتحبون، خلص انت جهز لي حالك هيك وفكر فيها لبين ما يكون جاهز، باي باي. يخرب بيتها، مخبية شي، ما بعمرها هربت من قدام وشي، طوال عمري انا اللي بهرب، انا الفارة وهي القط، مخبية شي. لك سعاد، وهلا يا شباب ويا صبايا رح نفرز الاصوات، رح نفرز الاصوات استاذ جميل، يلا يلا مسعود، خلي لي اياهم كلهم صندوق واحد. شوفوا فاضيها، هلا بدنا نطلع كل الناس. سكروا. نبلش استاذ؟ جميل الحمصي. كمان جميل الحمصي. جميل عند جمهوره؟ ايه عن اذنك مدام. Yeah.
اكثر من طالع. طالع وبلعك امل. نعم ايميليا الصور كلها ما عاد لها طعم. يلا ليش استاذ حلوين كثير. ايميون بدك الناس تحكي علينا خلص شيليهم. حلوه يا شبوبيه. بدك ما اهلين مدام. تفضلي تفضلي. بس خلصنا مفروض خلصنا الله يبارك فيه. بس انا هلا بدي اياك بموضوع كثير كثير مهم وما بدي حدا يدرى فيه وخاصة جميل. شو الموضوع؟ انا امبارح بالليل فقت مكوبسة شفتك يا مسعود بمنامي عم تتخانق انت ومرتك مشان شو؟ قال هي بدها تروح مشوار وانت ما معك مصاري. هي تقول لك خذني مشوار تقول لك ما معي مصاري ما معي. أنا وحدة منه؟ ما بعرف يمكن الأولى يمكن الثانية يمكن الثالثة ما بعرف. بس شفتكم عم تتخانقوا مشان المشوار مشان المصاري. لك مزبوط الثالثة. ها شفت شفت. مشان هيك يا مسعود أنا أخذت لك إجازة من الأستاذ جميل وهي كمان فوقهم 1000 ليرة. بس خذ مرتك مشوار ولا تورجيني وشك. 1000 ليرة ما بتكفي هات لمشوار واحد. بكره إذا شافوها التنتين بده يغاروا منها بده يقولوا لي خدنا خدنا خدنا. ايه طول بالك. هي 1000 ليرة تانية يمشي الحال. هي بكفيكم؟ بكفي. بس المهم انه ما حدا يدرى فهمت؟ ما حدا بيدرى منهم بهذا الموضوع. لا بكرة ولا بعد بكرة ولا يلي بعده بدي اشوف خلقتك بالمرة مسعود. شو قلت؟ اتفقنا. ماشي. لا تقول لي استاذ وما استاذ وتحت الاختبار وفوق الاختبار. هذا ظرف استثنائي بدي اعبر فيه عن مشاعري الجياشة. ان شاء الله بتقبل قلبي. الف مبروك. انا كنت متوقعه انك بدك تنجح بالانتخابات لانه ما حدا بيعبي مركزك يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي. شكرا لك. الله معك. بتعرف لو نجحت الحبايه ايمان شو كان صار فيني؟ شو كان صار فيكي؟ ببساطه كنت انتحرت. يا ريت انا شهيت. يا بايخه. اسفه كثير كثير حلوه هي بتجنن. يعني انت نجاحك انقذني من الموت انقذني من الموت وهبني الحياه وهبني الامل. يعني ما بتتخيل شو سوا فيني يا استاذ. انت الصور مثل ما فهمتك. ايه انتم بس تركت هي معلش خليها هي استاذ. ادخل. أنا أجيت أقول لك مبروك على نجاحك. الله يبارك فيكي. شكراً لك. هلأ أنت قاعد على الكرسي بإرادة كل الموظفين مو غصب عنهم ومفروض عليهم من فوق. شكراً لك. بتضل هي بادرتك الديمقراطية. أنت اللي أسستي لأول خطوة ديمقراطية بهالمديرية. التاريخ ما رح ينسالك هذا الإسهام نهائياً. أجل. شو عم يسووا عندك هدول جميل؟ عن اذنك اذنك معي. كنا عم نبعث له لجميل. مين جميل؟ الاستاذ جميل. ثاني مره لا تعيديها بتعرفيني بالدرين. ايه بعرف مدام. هاتي بوسه. احطي. حليانه كثير مدام. وانت كمان. ما هي بلا تركوها. خلص احطي. قلي لشوف عجبتك الكوردون بلو؟ لا. ليش؟ ما بعرف شو عم تضيفي لي عليها وتحطي لي فوقها. انا بحب السطعم باللحمه مثل ما هي لحمه. طيب ماشي، المره الجايه بسوي لك اياها اللحمه ساده. قلي لشوف شو اخبار جميل وهنا؟ بتفقع من الضحك. عن جد؟ صار معهم شيء جديد؟ شغلات وشغلات. هات لشوف فرحني. بشو بدي فرحي؟ بالشغلات اللي صايره معهم. ما بفرحك وبحكي لك لحتى تقولي لي وين كنتي. وسي رجعنا؟ ما بقول لك. لا تقول، أصلاً أنا بعرف شو صار معهم. نعم، شو صار معهم؟ إجا منجم لعندهم وضرب لهم مندى. ومين قال لي؟ شفت جارتهم أم محمود بالسوق وحكت لي. إيه، ما حكت لك مزبوط ولا حكت لك الحقيقة. وشو هي الحقيقة؟ الحقيقة إجت عندهم منجمة مو منجم. شو قالت له؟ شو هالنهار هان؟ أريضا ما حدا دق بابي وقال لي خدي هالأكلة الظريفة ريشة قرشكم. شلون بدي آكل الدواء أنا؟ هذا أبو عبدو ما عمل لي سلطة. شلون بدي آكل سلطة وآخذ الدواء؟ ما بيمشي الحال. خضرة لازم شيء دسم. ها إجت الرزقة. قولي شيعة الشعب. رح تفتحي لك اختلاف بابي. جايب لك بشارة بتجنن.
بلا بشاره بلا مشاره، مو ناقصني جنان انا؟ لك مو انت سعديه مسعود؟ ام بلا اشرفي معنا على المخ. مالي عامله شيء، ام توفيق هي اللي نقلت الحديث لانا وانا نقلته، اني انا ما حكيت ولا كلمه. لك اختي بدنا ناخذك على المغفر مشان نرجع لك المصاري اللي سرقوا. نحن لقطنا الحرامي اللي سرق لك المصاري. لقطوا اكيد، عم تمزح. لا انا عن جد. لك بس بقى حاجه خفقان، ليش ما جبتن للمصاري؟ بدي اجيب لك المصاري لهون. بدك تروحي على المخبر توقعي على المحضر. ليش ما جبتوا المحضر لها؟ هلا رمشي معي بلا لك لدين. خدني بسيارتكم. ما في بنزين جاي مشي. شو عم تشربوا هون علينا؟ ان شاء الله ما بدك ترجعينا بتاكسي كمان. تاكسي شو دخلني انا بالتاكسي؟ على كل استناني ثواني هنيهات. مو انتو شياك الشعب احرسوا لي الباب، تركته مفتوح. تحي هنا. جميل انت موعد حدا؟ انت اللي موعدة حدا؟ لا ماني موعدة حدا، لكن مين اللي جاي لعندك عم يدق علينا بهالوقت؟ شو عرفك هلا اللي عم يدق انه جاي لعندي؟ بلكي جاي لعندي؟ انت بتعرف حالك، على كل انا رح اجيب مين؟ محمود وين ابو طارق؟ شو هالشرطي اللي على الباب؟ ابو طارق تأمرني مالي غيرك، قوم معي لحظة. انا عندي عني اياه. شو حلي عن يوم؟ هلا عاوزتك ضروري. شو بدك تشوفي؟ شو بدي اجت الشرطة؟ ايه مزبوط جميل، في شرطيين برا بس ما عرفت لحد هلا ليش. مشان شو الشرطة؟ اجت الشرطة بدهم يرجعوني المصاري. أنا مصاري؟ المصاري اللي سرقوا عسيفة، شيت الفواشة، شيت البرميل اللي اجى بده يصلح لي الفرق. ايه يا محمود أنا عرفتهم، يعني لقطوا لي الحرامي؟ لقطوه. مبروك محمود. امشي معي يا ابو طارق. لوين بدي اروح معي؟ امشي ابن عمي. ايدك لوين بدي اروح معي؟ لك عايز نغفر مشان نستلمهم للمصاري. لا لا انا ما بستلم شيء، بلكي استلمناه ونحن راجعين طلع لنا شيء حرامي، ما بتحمل مسؤوليتك. وانا كمان حرمي لحالي، امشي بالطريق واركب لي سياره يجي الشوفر يزر اليوم وانا مسؤوليتي. لك شو صار معك يا اختي؟ شو معنا شغل غيرك احنا؟ ها شفت ابو طارق امشي. خلص كمان أهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً. شو ما ذكرتني؟ لا أنا المهندس جميل حمصي. مين جميل حمصي؟ بيمروا على راسنا أشكال ألوان، شو بدي أتذكر لأتذكر أنا؟ لك حادث وإصبع ما تذكرت؟ لا تواخذنا، أنا المهندس جميل حمصي جارة للأخت محمود. مثل ما عرفنا بلغتوها إنه مصاريها رجعوا وبدكم إياها تروح على المخفر تستلموا. نعم عدم المؤاخذة هي معقدة شوي من القصة، خايفة تروح على المخفر تستلمهم وهي راجعة يطلع لها شي حرامي يشفطهم منها، بقى في إمكانية تجيبوا المصاري لهون وتسلموها المصاري بضبط نظامي. لا حول الله، ممكن نستخدم تليفوني؟ إيه ممكن، ليش لا؟ تفضل، تفضلوا لهون. لك حتى نهائي آخذ ماس أرضي تليفوني. آخذ ماس أرضي، ما مشان شو التليفون؟ بدي أتصل بالضابط واستشيره، ما بصير سلمها إياه ولا هيك. إيه معك حق، تفضل. شرف شرف تفضل. شرف شرف خليك انت هون انتظرني هون. ماما شو رايك نطلع مبارك لجارتنا وصال بالسكنه الجديده؟ معك حق مضبوط كلامك. انا كنت عم فكر هلا قلت لك انه خلينا نطلع مبارك لها بس ترددت شوي. لا تتردد ابدا، ليش لتتردد؟ جارتنا وصال موجبه واجت زارتنا، لازم نرد لها الزياره وفرصه منتعرف على جوزها واولادها. وانت شو بدك بجوزها؟ ما بدي منه شيء، بس يعني قلت بيصير في بيناتنا زيارات عائلية. ما بدي يزور حدا، ما بدي يزور حدا. امتى فاضي لك؟ بس افضل ببقى بخبرك. شو شايفتك اتضايقت؟ ما اتضايقت، وليش لحتى اتضايق اصلا؟ لا يعني شايفتك انزعجت لما قلت بدي اتعرف على جارنا الجديد. شفت شلون؟ شفت الواحد لما ما بيراعي مشاعر الثاني شو بيصير؟ معلش اذا بتريدي لا تنطرينا محاضرات هلا بكفي، خلص بلشوا افلام كرتون. عامل الصحيه اللي جابه ابو تحسين من تحت الجسر مشان يصلح لك فواشه البرميل اعترف بعظمه لسانه لما طلع على السقيفه اللي يصلح لك الفواشه لقى كيس المصاري وقام لطشه. تجي لطشه، ما لقى غيري يسرقني؟ اطمني يا اختي رح ياخذ جزاؤه. اعطوني مصاريه. هات يا ابني. خلص. تفضلي يا اختي. عن اذنكم. وين رايح؟ بدي عدهم. طمني يا اختي معدودين، مليونين ليره بالتمام والكمال. شو عم تقول؟ مليونين؟ وين رحتوا بالمليون الثالث؟ اذا بدكم حلوان بيعطيكم الاستاذ جميل 100 ليره بتوزعوها على بعضكم.
محمود شو 100 ليره 500 ليره من عندي. ها شفت شلون؟ طلع بالمليون احسن ما اشتكي عليك للشرطه. ما هني شرطان. طولي بالك ام محمود لنسال سياده المساعد وين راح المليون الثالث. ما راح اطول بالي، بدي المليون هلا، بدي المليون يا اما بشكيكم للشرطه. يا محمود طولي بالك، ما قلت لك هدول شرطه. بدك تعطسوا للمليون وهلا هلا بيعطسوا للمليون، لبين ما تعدي المليونين بيكون اجى المليون. عدم المؤاخذه سياده المساعد، لا تؤاخذنا على سلوكها، بس معذوره هي لانه المصاري اللي انسرقوا 3 ملايين وانتم عم ترجعوا لها مليونين، بدها تعرف وين راحوا الباقي. مزبوط، هن المصاري كانوا مليونين و700 الف والحرامي اعترف بهالشيء. شلون مليونين و700؟ هن 3 ملايين. ايه مزبوط هن 3 ملايين، بس انت 300 الف دفعتيهم على عمليه القلب ام محمود، سلامتك تقبريني. مزبوط مزبوط عم يحكوا، وين ال700 الف لك؟ الحرامي صارفهم، ما لقينا معه غير هالمليونين. شو شو شو؟ يصرفون على صحته وعافيته بيت المسعود كلهم على بعضهم مع قدهم ودلقهم، ما بيصرفوا بالسنه 700 ليره مو هيك انا؟ ايه تقبري قلبي طولي بالي. وينك؟ شيت الشرطه بدكم تفتشوا وتقرروا، مو بخدمتها للشعب انتو؟ انا شعب. لك اختي فتشناه والشباب فتشوا بيته ما لقينا غير هدول المصاري. هذا الحكي عندي ما بينصرف، انا بدي مصرياتي كاملين، يعني كاملين. ايه؟ على راحتك، اصبح رح ناخذ المليونين نحطهم امانه بالمخفر لبين ما نجيب ال 700 الف، نبعت وراك تيجي تاخذيهم كاملين. لا يا ذكي كثير، انت هيك خلقت ذكي ولا تزكيت بعدين؟ شو محمود شايفك سايقه فيها واويان عصك، مين دعمك انت يا؟ ما بصير تحكي هيك مع سياده المساعد، هذا بدال ما تتشكري لانه لقوا لك المصاري. لقوهم مزبوط بس ناقصين. حاجتك بقى، حاجتك حكي بلا طعمه، ما بصير تحكي هيك بدال ما تشكريهم للجماعه، شو عم تحكي هلا قدامك حلين. انت وقعتي على وصل الاستلام، يا بنشق الوصل بترجعي لهم المليونين ولا يجوا البقايا بيرجعوا لك اياهم، يا اما بتاخذي المليونين وبتستني بقى وامرك لله. انت شو رايك؟ انا ما دخلني. طيب انا موافقه باخذ المليونين بس على شرط. شرط شو؟ يكتب لي الحرامي سند امانه. اسمع الحكي اسمع، حرامي سند امانه. على اذنكم. شرف سيدي شرف. لك 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 شيح شيح شيح. طولي بالك ام محمود، ان شاء الله الف مبروك، رجعوا لك المصاري. عم تباركي لي عواض ما تعزيني. شو تعزيكي ما تعزيكي؟ على شو بدها تعزيكي؟ اللي طاروا 700 ألف مو 700 ليرة. شو نعمل لك؟ افتحي عزا وضيفي قهوة مرة. ما بدي بتكلف. هلا أم محمود قولي لي وين بدك تخبي المصاري؟ أكيد مو مثل المرة الماضية على السقيفة أو بالفرشة، ما هي؟ ما راح أقول لك. أنا برأيي إنك تحطيهم بالبنك أأمن لك. لا مو بالبنك، عندي مواقعي الخاصة أنا بعدولي. ديري بالك على المصاري أم محمود. شو عليه؟ العز للرز والموظف شرع حاله. بتعرفي إنه هي أول مرة بشوف هذا المبلغ شخصي. وآخر مرة. ولادك بيكونوا جاعوا. روحي ام محمود تعي تغدي عندي. الله يخليكي. عامله رجيم انا، روحي. طب ساعدك ام محمود، ساعدك اليوم. ما بدي حدا يساعدني. محمود محمود ساعدني. محمود لك حلمة ان شاء الله. الهي مضطره اسايرك، شو بدي اسوي؟ وين بدك تخبيهم يا سعديه يا بنته للمسعود؟ مالي غير السقيفة. لا لا شيشه، ليش السقيفة؟ لأن الشيء اسمه ما بيوقع بالجورة مرتين. أحسن شيء قسمهم على أربعة أقسام، كل قسم رح حطه بموقع. مودعة جميل، يلا خاطرك حبيبي، رايح اعمل غدا. شو هاد؟ شو في؟ بس هيك ساويت؟ مين؟ هنا. شو ساويت؟ ارجيني لشو؟ ايه هيك جميل حكالي، اجت لعنده قعدت شوي شربت فنجان قهوه وراحت. يعني ما دورت على الموظفه اللي قالت للبصاره انه حاطه عينتين هالتنتين على جوزها؟ ما حكالي جميل هيك شي منو؟ لو هو ما حكالك انت احكي لحالك. سرعان بدك يعني احكي لحالي مثل مجانين؟ يعني تخيل هنا بهيك موقف شو ممكن تتصرف؟ هنا ما تصرفت شيء.
هي تصرفت بس ما قالت لجوزها شو تصرفت، لذلك جميل ما حكى لها. معك حق، شلون ما خطرت على بالي هي؟ عامل لي كاتب واسمه على الشارع هيك قده، الو الو الو. هات عيد كتابتهم كلهم ها، وخليها تدور على الموظفه لا تلاقيها. طيب روحي اعملي لي فنجان قهوه. حاضر، هات لشوف. تبحث عن الموظف الهدف الاعلى مشان تفهم. خلص فهمت استوعبت. مشان ما تنساها اطلاقا. الرجل الحقيقي يا ابني يا همام هو الرجل اللي ببين بالمهمات الصعبة، بالمهمات الصعبة، بالمهمات الصعبة. وبناء عليه. سالم حبيبي، تعال اشرب شاي، عملت لك شايات بجننوا. حبيبي همام، أنا رح أشرب شاي إذا بتلحقني. اشرب شاي. تعال اشرب شاي، خلص علي بده يشرب شاي. لا تحرك، خليك هو. سالم حبيبي، كأنك اليوم مو جايب معاملات لوردة تشتغل لها ياهم. كلا شو في يا زلمة، واحد ساعد زميلته، شو المشكلة يعني؟ أنت فهمتني غلط، أنا ما عم بحكي شيء، قصدي إنه اليوم ما عندي شيء أنا بساعدك فيه. لا حبيبتي معلش، إذا في شيء بساويهم بالمكتب أنا. تعرف شو؟ بكرة أنا بخلص شغلي بالمكتب وبيجي لعندك بساعدك فيه. لا حبيبتي، بكرة أنت خليكي بالمكتب ولا تساعديني، أنا بدبر حالي بحالي. تصطفل، نحن حبينا نخدم. شو قوية، امتى كنت تحبيها لوردة ابصر شو بدها تساوي فيها؟ حبيبي شو عم تحكي؟ ما عم بحكي شيء بس رجليها همام كأنه قضى فيها طوال ما. باعتباري انا بنسى كثير ومطربخة، إذا أنه راح أسمي هذا المكان الموقع الأول، أوكي؟ مشي الحال، أمنا على الموقع الأول، باقي الموقع الثاني. هنا الموقع الثاني، سأذهب إلى الثالث. مو هون، غلط هون، هذا الثالث. This is this. الموقع الرابع سأتأكد منه. هذا هو الموقع الرابع. خلص التفقد سيدي، كت. Tira.
تركي ما بكفيكي عم تطرطقي من اول الليل، شو بدك؟ ايه حبيبي هيك وقعت انا وانا جاي لعندك. سلامتك ان شاء الله. ايه حبيبي قوم بسويت لك شراب سحري. انا مالي عطشان. ايه حبيبي هو مو مي. لك انا شو ما بقى يعني مجموعة اعشاب سحرية روحي قوم. سحرية؟ ايه حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، شو جاب على بالك هالفنطي هلا؟ ايه لا حبيبي بس انا هيك شفته على الشاشة قال كثير مريح للاعصاب، ويعني انا شربت منه كاسة فانا هلا كثير ريلاكس، وانت بتشرب منه كمان كاسة فبصير انا قصدي انت بتصير كمان ريلاكس اكثر، قوم روحي، وبعدين في فيتامينات كثير، مالتي فيتامين روحي، مالتي فيتامين. مالتي اكيد جنن، شو على الشاشة وعلى القطنة يا كان شو عم تحكي؟ طبر قلبي خلص اشربه جميل، كمان انت اذا بتشربه انا ببطل غار، هيك قالت الدكتورة. هذا اذا شربته ببطلي تغاري هاتي اشربه لو كان سمع يرويني روحي يرويني لانه كل غيرتي انا لاني ماني هلا معصبه اذا بتشربه بروق بروق ايه خايف بروق فيا انا ولا يا برنير الشيخ ريحته مو حلوه يلا غمض روحي استلم نسيت شغله انه انت لازم تكون مغمض اسمه طميم يا حبيبي هذا هذا الشراب اسمه طميم طميم يلا واحد اثنين ثلاثه بس شوي ثاني جيبي لي مي بس حبيبي لازم تكمل كاسه جيبي لي مي دارت لي بس هلأ دارت لي ليش هيك عم تساوي لنا مالي نجراني نجراني أكيد لا بقى تعيدي لا خلينا نفوت النام أهلين بأم تحسين أهلين بالحامل والمحمول اشتهيت لك صينيه هالكنافه وراششت لك عليها كومه فستق قلت خليك تحلي درسك حاكم بعرفك بتحبي الحلو كثير المفروض انا اللي ضيفك بمناسبه رجوع مصاريه لالي مو انت تضيفيني على كل هاتي هاتي لفوت هالصينيه لا والله الا لفوتها انا بايدي لطفي هاتي عنك لا والله علينا فوتي ام تحسين اهلين وسهلين بام تحسين اجيت عز الحزه واللذة لا تعدي هون حبيبتي صدورة للبدورة بتعزي علي كتير انتي تعالي ام تحسين شو تشربي قهوة شاي زورة ما بدي اشرب لا شاي ولا قهوة ولا شي هاي صارت الحلو بناكلنا شوية حلو بعدين بنشرب كاسة مي لك شو هالذوق هاد عدي ام تحسين عدي ام تحسين عيون ام تحسين يا حبيبة قلبي انا بعتذر منك كتير منك السماح يعني المصاري اللي كنتي طمعانة اني انا دينك ياهو ما عاد في مجال بطل دينك ياهو بس انتي وعدتيني اي مزبوط وعدتك بس لما دريوا الناس انه بقى رجعوا لي مصاري كبسوا علي فرد كبسة كفتوا علي فرد كفتة بقى اذا بدي دينك رح يزعلوا هن واذا دينتن الهن رح تزعلي انتي ليزا وباختصار شديد ما رح اقدر دينك انطم زيت شو هي؟ القطة أني قطة؟